لحظة هذا الكتف منور. طيب لحظة تعال يا مخلد تعال ما بيشتري اليوم تعال يا ابو فهد بس انا لابس رئيس القريه. طيب اصبر شوي استريح. انا اعطيت قرار. انا استريح هون اخوك استريح. خليني اقول قرار. استريح الله يحفظك. خليني اقول قرار. استريح الله يطول عمرك. استريح بس تعال يا مخلد تعال تعال خلوا يحط قرار ونشوف احنا نقبل ولا لا. ايش تقول؟ انا اقول تعال. طيب لا تمسك ما قلت تمسكهم. انا اقول مش قرر يدخلون السجن ولا يخرجون. ربي خلقنا انا ابعد لي ثلاثه اذا ما قررت. واحد قرر اتوقع ابو سعد. اثنين لا عيونه يرحمهم يا اخي. ثلاثه طيب لا يدخلون. طبعا بعطيكم معلومه. اليوم احنا حطينا القرار عند اخونا زياد الشهري. وزياد طبعا رئيس القريه والقلب الحنون الدافئ يا بعدي والله اللي يتسع من افضل فنادق العالم. يعني قلب كبير جدا. فزياد وش تقول يا شباب؟ الغي السجن اليوم باذن الله. الغي السجن اليوم. الله الله خشمك تستاهل. حيوا زياد يا جماعه حيوا زياد. شكلي اللي خدام في السجن انا ابو فهد. ايوه يا زيزو تستاهل. تجي منه؟ زياد الله يوفقك. سجني انا والله يسلمك. من المواطنين كلهم. لا لا بس والله تغديت. والله العظيم تغديت. قرارات ما قدر يمنع نفسه البارح. قرارات يلا يلا مخلد الله طويل ايش مالك؟ اعاونك يا ابو اسيل. لا لا انا ماني مشغول. خذ الخدادية حقتك.